أسرار موجودين في الواتساب، لو أنت مش عارفهم أنا اللي هقول لك الخبايا. انزل لي يا ابني بالإنترو. أول ميزة، الواتساب مش مجرد برنامج محادثاته بس، لا أنت ممكن كمان تبدع عليه. يعني أبسط حاجة إن أنت تقدر تبعت صورة لحد صاحبك أو تقدر تنزلها ستيتيو، ولكن كمان تقدر تلعب بيها. يعني وليكن المثال مثلا إن أنت لو كتبت فونت معين تقدر إن أنت تغيره عن طريق السوايب، يعني طول ما أنت بتحرك يمين وشمال أنت بتغير الفونتات وبتغير أنواعها. مش بس كده، كمان أنت تقدر كمان تغير ألوان الإيموجي. يعني أنا مثلا متصور صورة زي اللي قدامك دي، هتقدر كمان إن أنت تغير الإيموجي اللي عليها وتغير كمان ألوانها، وتطلع في الاخر الصورة النهائية زي ما انت شايف كده، وتقدر تستعملها كستيكر او كصورة او كستيتيو ان انت تراسل بيها الناس. تاني ميزة هي الميمز ستيكر، اللي انت تقدر تحط كمان ستيكر عليها ميمز زي اللي انت بتشوفها على الفيسبوك على طول. في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. لو انت ما تعرفهاش ركز بقى معايا قوي، هتبدا تدوس على علامة الستيكرز، وبعد كده هتبدا تدوس على المزيد، ومن خلال المزيد هتبدا تنزل تحت تلاقي حاجة اسمها الحصول على المزيد من الستيكرز. من عن طريق المتجر بلاي ستور هتفتح، هتلاقي عندك مجموعة كبيرة جدا من الستيكرز، هتحمل فيهم اي واحدة، وبعد كده تدخل بكل صورة تعمل لها اضافة زي ما انت شايف دلوقتي كده على الواتساب مباشرة، وبعد كده تقدر تستخدمها بكل سهولة. تالت ميزة هي تسجيل الصوت. لو انت بتبعت لاي حد تسجيل صوتي عن طريق الواتساب ولسه مش عارف، فلا انت لازم تروح تعمل تحديث لاخر نسخة من الواتساب، لان بنزل فيها ميزة كده جديدة بشكل جميل جدا. بدل ما كنت الاول بتفضل دايس على الواتساب بتاعك وتحاول تبعت رسالة وممكن كمان ايدك تتشال فتبعت الرسالة دي اكتر من مرة، او تبعتها رسالة كاملة بس متقطعة على كذا فويس واحد، ولكن لا، دلوقتي تقدر بسهولة جدا ان انت ترفع الفويس ده لفوق على طول، وكده هيتسبب بالقفل، تخلص الريكورد بتاعك عادي جدا، وبعد كده تدوس اوكي هيتعمل له سنت بكل سهولة. لو مش عايز تعمل له سنت تقدر تسحبه سوايب كده ناحية الشمال هيتمسح مباشرة، او ناحية اليمين لو انت عامل تليفونك عربي. رابع ميزة هي الرسالة الغير مقروءة. طب لو انت دلوقتي جات لك رسالة على الواتساب وبالغلط انت شفتها، مع انك ممكن تكون قايل لواحد زي حالاتي كده ابعت لي رسالة على الواتساب عشان لما اصحى الصبح افتكر اجيب لك اللي انت عايزه معايا، وبالغصب عنك انت فتحتها وعايز ترجعها تاني رسالة غير مقروءة عشان الصبح تشوفها وتفتكر الطلب اللي هو عايزه منك وتجيبه له وما يزعلش وما يحصلش مشاكل، بكل سهولة جدا هتروح على الشات اللي انت المفروض مبعوت لك منه الرسالة وفتحتها غصب عنك، وتقوم دايس دوسة مستمرة كتير جدا، وبعد كده تقوم دايس على الثلاث نقط اللي فوق وتعمل تحديد للرسالة كأنها غير مقروءة، وبالتالي هي مش هتبقى غير مقروءة ليه هو، ولكن هتبقى غير مقروءة ليك انت، عشان لما تصحى الصبح تفتكر على طول الحاجة اللي هو طالبها وتدخل على الشات ده او على المحادثة دي من اول وجديد. خامس ميزة وهي الرد على الرسائل. طبعا انا عارف ان كلكم دكاترة يا باشمهندسين وكلكم بتعرفوا تردوا على الرسائل، ودي بطريقة سهلة جدا لو انت بتتكلم مع حد على طريق الشات وبعت لك رسائل كتير وعايز ترد على رسالة معينة، بتسحب بس سوايب كده على الرسالة ناحية اليمين بينزل ريبلاي عليها وبتفهمه ان انت بتقول الرد ده علشان الرسالة اللي هو بعتها دي. دي طبعا كلكم عارفينها، ولكن الجديد بقى ان انت ازاي ترد وانت في شات جماعي على حد بعت لك رسالة معينة مش عايز ترد عليها قدام الجروب وعايز تبعتها له على الخاص وتقول له انت ازاي تقول كده بس بينك وبينه. بكل بساطة وانت في الشات الجماعي اللي بعت لك الرسالة اللي مضايقاك ومنرفزاك دي، هتقوم دايس عليها دسكتة مستمرة وتروح على الثلاث نقط اللي فوق وتقول له لو انت محول الواتساب عربي الرد على الخاص، ولو انت محوله انجليزي فهتقول له ريبلاي ان برايفت، يعني رد عليا على الخاص، وهتقوم على طول عامل عليها رد على الخاص وهتدخل تكتب له الكلام ده، والرسالة هتبعت له بالكلام اللي هو بعته بس هتبعت له على الخاص بتاعه مش على الجروب على طول. والميزة السادسة ودي مهمة جدا، ازاي تخلي ان مفيش اي حد يشوف ان انت فاتح دلوقتي. احيانا كتير جدا بندخل كلنا ونشوف انت فتحت من اخر وقت كان امتى بالظبط، يعني ممكن تكون فاتح من ساعه او ساعتين بس مش عايز اي حد يعرف، ولكن الناس متطفله فبتعرف. فاللي ما يعرفش يقدر يعملها معايا بكل سهوله دلوقتي، هتروح على الاعدادات وبعد كده الحساب وبعد كده الخصوصيه، بعد كده هتلاقي كلمه لاست سين او الظهور الاخير، هتشيل من عليها علامه الصح او تعملها اوف، وبالتالي هتبقى انت كده اي حد يدخل عندك مش هيعرف انت كنت فاتح من امتى. يعني ممكن تكون قاعد دلوقتي على الواتساب ومفيش اي حد يعرف خالص. الميزة السابعة، ازاي ان انت تعرف ان الشخص ده بعت لك رسالة ومسحها، ورغم ان هو مسحها تقدر تقراها بكل سهولة، او حتى ازاي تقرا رسالة من غير ما تظهر للشخص التاني ان انت قريتها، وبعد كده تتصفح الشات كله وهو في الاخر فاكرك ان انت كل ده لسه ما قريتش الرسائل. بس مش هقول لك عليها، لما تنزل تحت تديني لايك وترجع معايا تكمل الفيديو على طول. دوس لايك، تعالى بينا اقول لك ازاي. كل عليك ان انت هتنزل تطبيق، انا سايب لك اللينك تحت في الوصف اهو، هتدوس عليه اللي هو اسمه نوتي سيف، او لو انت بتتفرج على الفيسبوك فهتلاقيني سايبه
لك تحت في اول كومنت، فبرضه اسمه نوتي سيف، هتقدر تحمله بكل سهوله. اول ما تنزل التطبيق ده هتعمل له انستول كانك بتعمل انستول لاي تطبيق عادي جدا، وتدي له كافه الصلاحيات بتاعته. وبعد كده هتدخل على الاعدادات، هتختار التطبيقات اللي انت عايز تعرف الرسائل اللي بتتمسح من عليها. وطبعا مفيش غير تطبيق واحد بس هو دلوقتي حاليا اللي شاغل بال الناس كلها، وهو الواتساب، واحيانا بقى الماسنجر بشكل جديد. ولكن خلينا دلوقتي في حته الواتساب، الماسنجر نبقى نقوله في فيديو تاني، فلازم تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اول ما هتختار الواتساب ويجي حد يبعت لك رساله ويمسحها، هتبدا الرساله تظهر لك برده حتى لو هو مسحها ليكوا كلكوا وانت ما لحقتش تشوفها، فانت هتشوفها في النوتي سيف. اما تاني ميزه فيه ان انت تقدر تقرا الرساله لو حد بعت لك رساله، ما تخشش على الواتساب، لا تدخل على النوتي سيف وتجيب الرساله اللي اتبعتت لك وتقراها بكل سهوله، وهترجع للواتساب هتلاقي لسه الرساله زي ما هي والشات زي ما هو، ما تقراش بالكامل. حملوا التطبيق اللي انا سايبه لكم تحت في خانه الوصف او في اول كومنت. في اخر الفيديو ده يا شباب، انا عارف طبعا ان في من مميزات كتير جدا كان في منكم كتير جدا عارفينها، ولكن فعلا للاسف في ناس اصلا لحد دلوقتي التمن مميزات اللي اتعرضوا دول يمكن ما يعرفوش منهم غير 2 ولا 3 والباقي ما يعرفوش. فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوناش من اللايك، وكمان اكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتات ان انا اجيب لكم كل خبايا واسرار التطبيقات اللي زي كده. ايه رايكم في الفكره دي؟ محتاج اسمع رايكم تحت في الكومنتات، سواء بتتفرج من على الفيسبوك او يوتيوب، فمحتاج اسمع رايك تحت في الكومنتات. كان معكم محمد طايل، ما تنساش تتفرج على الحلقات اللي قبل كده والحلقات اللي جايه كمان تتابعها، بانك تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس. بس كده، سلام.